كيف تقوم بإخفاء رقم الهاتف الخاص بك عند الاتصال بأي شخص؟ هذا الشخص لن يتم التعرف على الرقم الخاص بك، كأنك تقوم بالاتصال من مكان مثلا الهواتف العمومية أو غيرها، هذا الشخص لن يستطيع معرفة الرقم الخاص بك. وكما قلت، هذه العملية إن كنت تريد أن تقوم بإخفاء هويتك أو غيرها، العملية بسيطة جدا، كل ما عليك فعله هو أن تقوم باتباع الخطوات التي سوف أقوم بشرحها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ذكرنا في العنوان، كيف نقوم بإخفاء الرقم الهاتف الخاص بنا من الظهور لدى شخص آخر؟ مثلا قمت بالاتصال بصديق لك وتريد أن لا يعرف الرقم الهاتف الخاص بك، سوف أشرح لك إن شاء الله في هذه الحلقة كيف تقوم بالأمر. كذلك هذه العملية تساعد كثيرا في مثلا لا تريد شخص ما أن يقوم بمعرفة الرقم الهاتف الخاص بك، أو شخص ما طلب منك أن تقوم بالاتصال من الهاتف الخاص بك، يمكنك أن تقوم لتجنب بعض المشاكل المتعلقة بعملية البحث من طرف الشرطة أو غيرها. يمكنك أن تقوم بالاستعانة بهذه الطريقة، ولن تستطيع أن كما قلت لن يستطيع هذا الشخص بالعثور على رقم الهاتف الخاص بك. فتابع معي الطريقة، فهي بسيطة جدا، كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالذهاب إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف الخاص بك، أنقر عليه بهذا الشكل. في هذا المحرك البحث سوف نقوم بكتابة كارل، سوف يظهر لك هنا مجموعة من الخيارات، سوف نختار كارل سيتينج بهذا الشكل. بعد نقرك على كارل سيتينج سوف تقوم بالنقر على هذا الخيار Advanced Setting. بعد ذلك سوف نقوم بالنقر هنا على كارل اي دي. بعد النقر على كارل اي دي تنتظر لبضع ثواني، ثم تنقر مرة أخرى على كارل اي دي. سوف يعطيك هنا ثلاث خيارات. الخيار الأول Network Default، يعني الرقم يظهر لدى أي شخص. هنا الخيار الثاني هايد نمبر، إخفاء الرقم. وكذلك هنا شوا نمبر، يعني اختيار الرقم الذي تريد، مثلا الأرقام التي تتوفر عليه على الهاتف الخاص بك، وتريد أن تقوم بتحديد أشخاص ما للاتصال بهم أن يظهر لهم رقم الهاتف، وهناك أشخاص آخرون لا تريد أن تقوم بإظهار لهم رقم الهاتف. يمكنك أن تختار من خلال هذا الخيار. نحن كما قلنا في هذه الحلقة سوف نشرح كيف تقوم بإخفاء رقم الهاتف الخاص بك من الظهور لدى شخص آخر أو للشخص المتلقي الاتصال. نختار هايد نمبر ثم ننتظر قليلا. بعد ذلك الآن هذا الخيار الذي قمنا باختياره لن يستطيع أي شخص أن يتم التعرف على الرقم الخاص بنا من خلال هذا الخيار أو هذه العملية، فهي بسيطة وسهلة جدا. كما قلنا إخواني الكرام، هذه الطريقة لإخفاء رقم الهاتف الخاص بك من الظهور لدى الشخص المتلقي الاتصال. سوف نعيد العملية. كما قلنا، تذهب إلى سيتينج من خلال الإعدادات الخاصة بالحساب الخاص بك بالنسبة لمستعملي هواتف شاومي، ثم تختار هنا كارل سيتينج بعد كتابة كارل سيتينج في محرك البحث، ثم سوف تقوم بالنقر هنا على Advanced Setting. بعد ذلك سوف تقوم بالنزول الأسفل، سوف تجد هنا كارل اي دي، يعطيك هنا يمكنك إخفاء رقم الهاتف وغيرها من الخيارات الأخرى. كما تلاحظون معي هنا سوف يظهر لك كارل اي دي مرة أخرى، تنقر عليه بهذا الشكل. بعد ذلك سوف تختار كما قلنا الخيار المناسب لك. إن كنت تريد أن تخفي رقم الهاتف يمكنك أن تختار هايد نمبر، أما إذا كنت تريد مثلا أشخاص معينين تريد أن تقوم بإخفاء الرقم الهاتف الخاص بك عليهم أو عند الاتصال بهم، يمكنك أن تختار من خلال الخيار الأخير. أما إذا كنت تريد أن يظهر الرقم الخاص بك لدى الآخرين، يمكنك أن تختار الخيار الأول الذي هو Network Default. أنت لك الحرية في عملية الاختيار، حتى كما قلت على حسب رغبتك الشخصية. فالعملية كما قلنا سهلة وبسيطة جدا لإخفاء الرقم من الظهور أو
إخفاء الرقم الخاص بك لدى الأشخاص الآخرين الذين يتلقون الاتصال من خلال كما قلنا رقم الهاتف الخاص بك، لتجنب بعض المشاكل المتعلقة ب كما قلنا معرفة الرقم أو غيرها من كما قلنا المشاكل الأخرى الناجمة عن هذا المشكل. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله. نشكركم للمشاهدة، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق.